اهلا حبايبي. بعد ما نكون قطعنا الخضر شقف صغيره بنحط اللحم يتقلى هون. اولا بنقطع البصل قطع صغيره مثل ما عم بتلاحظوا. تنضيفه على اللحم اكيد على نار هاديه، نزيد لها شويه زيت زيتون عشان يتقلى منيح. بنحط شويه ملح على البصل مشان يطلع المي اللي فيه، هيك بس شوي. بعد ما بيتقلى البصل شوي بنضيف عليه كمان الجزر ليتقلى. بنضيف عليه الجزر مشان يتقلى مع البصل. كل شوي والثانية بتصيروا بتقلبوا هيك. بنضيف عليه حبايبي بعدها البطاطا اللي بنكون قطعناها وحضرناها من قبل. نضيف عليهم البطاطا مشان تتقلى. هيك. هيك. على نار هادية، لأنه كل ما تحطي النار طبختك على نار هادية بيطلع الأكل طيب. يعني من الأحسن تحضروا أكلكم قبل فترة هيك مشان يصير الطعم طيب. وفي الأخير بنقطع الطماطم قطع صغيرة وبنخلي لها القشر تبعها لأنه كتير مفيد. بالأخير بنخليها هي كمان تتقلى شوي مشان يطلع طعمها أكثر من رائع. في الأخير نضيف المكونات اللي عندنا هون. في كركم وفي كروية وفي فلفل أحمر حاد وفي زنجبيل مطحون سكن شبير وفلفل أسود وزعفران وشوية ملح. ما بنستحد أن نضيف لها الجامبو لأنه حطينا لها اللحم. إذا ما حطينا اللحم كان فينا نحط له جامبو دجاج، لأنه جامبو لحم بيعطي طعم مو حلو مو طيب للأكل. هيك وبنخلطهم كلهم مع بعض وبنخلط كتير منيح لا يتخلطوا البهارات مع الأكل مع الخضار. وبنخلط البهارات كتير منيح مع الخضرة مشان تدخل طعم البهارات جوا الخضر. ونخليهم كمان يتقلوا شوي. بنغلق عليهم الطنجرة ونتركهم شي 5 دقايق على نار هادية. كون قبل سخلناها للمي وبنحطها. أنا آسفة على الصور على الفيديو لأنه بصور بإيد وبحط المكونات بإيد. بهيك بكون خلصت. حطيت هون ألف على الألف. حط له الأصبر. المفروض أكون حطيته قبل يتقلى مع الطماطم والجزر بس أنا نسيته، بس معلش. هو بيطلع طعم كتير طيب. وإذا عندكم معدنوس كمان فيكم تحطوه. من الأحسن بزيد ضيف شوية مي لغاية ما بيتغطى اللحم والخضار، لأنه في الأخير رح ينزل مستوى المي مشان ما تجي كتير خاترة كتير عاقدة. والشوربة اللي عملتها شوربة الخضار